أينما كنتم أسعد الله وقاتكم بكل خير. نحييكم مشاهدين الكرام عبر حلقة جديدة من دائرة الحدث. تمر اليوم الذكرى الثانية لبدء اعتصام القيادة العامة للجيش الذي أدى للإطاحة بنظام البشير في 11 من إبريل من العام 2019. رغم مرور عامين على نجاح ثورة ديسمبر ونجاح الحكومة في الوصول لاتفاق سلام مع الحركات المسلحة وعودة السودان للمجتمع الدولي، لأنها تواجه الكثير من العقبات التي أدت لتأخر إكمال عملية السلام وتحقيق الاستقرار الأمني والاقتصادي. لكن لم يفقد السودانيون الأمل والعزيمة للوصول لدولة ديمقراطية مستقرة سياسيا وأمنيا واقتصاديا تتجاوز إخفاقات الماضي. إلى النقاش. أهلا بكم مشاهدينا عبر دائرة الحدث، هذه الحلقة التي نخصصها للحديث عن الأشواق في طريق السلام عماني على التغيير. أسعد بضيفي داخل الاستوديو البروفيسور سليمان الدبيلو رئيس مفوضية السلام. بروف، مساء الخير عليك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بداية، اليوم تمر أو يمر عامين على ذكرى اعتصام القيادة العامة الذي أطاح بنظام المخلوع البشير. كيف تقيم مسيرة العامين؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين. لابد في هذا اليوم أول حاجة من الشكر لـ S24 القناة الرائدة في مجال الإعلام. لابد من أنه الحديث اليوم عن 6 أبريل تجوه في خاطرة الواحد تلك الذكريات وتلك اللوحة السريالية التي كانت مرسومة في إيدان القيادة، وتلك الآمال والتطلعات والشباب الذين ضحوا بأنفسهم. لابد لنا الآن أن نعزي كل الذين فقدوا أرواحهم، ونسأل الله المغفرة لهم. وأيضا لابد لنا من ذكر الذين فقدوا أسائلين الله أن يعيدهم سالمين آمنين لأهلهم. أيضا لابد لنا أن نترحم على الأرواح التي زهقت أمس وأمس في الجنينة، وهي أحداث مؤسفة ودائمة. وأسأل الله أن يغلب صوت العقل على كافة الفرقاء، وأن يعيد للسودان لحمته وحبه ووده وذلك. يس، اليوم حقيقة هي يوم لا بد من الناس تقف وقفة جادة لجرد حسابات الفترة العامين أو العام ونص إذا شئنا بدقة من الحساب. لا بد لنا من جرد حساب دقيق وبأمانة، ولا بد لنا أيضا من التفكر في الجهد الذي بذل للإطاحة بالنظام ولما كان بين الشباب والآمال والرعى والمستقبل والأشياء دي. لابد لنا من أن نقف بطريقة جادة شوية ونبدأ نعمل اتجاه تحقيق. صحيح أن هناك أشياء ذكرتها، أن السودان الذي كان في يوم من الأيام منبوذا معزولا الآن أصبح السودان جزء من المجتمع الدولي، وهذا يحسب للسودان إزالتنا من قائمة الإرهاب، الانفتاح الدولي علينا. هذا كله بفضل تلك الوقفة الجميلة التي رآها العالم، وكان أصبحت حقيقة مثل مضرب للأمثال، بل لدرجة أنها كادت
تتجاوز ثورة الفرنسيين، وهي واحدة من الثورات النموذج في العالم. الكثيرين من الناس يتحدثون عنها، وعندما يأتون هنا خاصة الدول الغربية يذهبون لموقع القيادة ويصورون جزء ما تبقى من الجداريات. فهي ثورة حقيقة أنا بفتكر بأنها كانت نموذج. علينا أن نشمر عن سوائلنا ونحاول، التركة حقيقة كبيرة جدا. نعم، لا يشك عقل في أنها ثورة عظيمة جدا، وفعلا هي أصبحت مضرب مثل في مسألة قيام الثورات. لكن بعد الثورة عامين حتى الآن شهدت العديد من الإخفاقات، شهدت العديد من الإنجازات، كيف تقرأ الجانبين؟ والله شوف، فيما يلي الإخفاقات حقيقة التركة كانت كبيرة جدا جدا ومسهلة حقيقة، لأنه كان هنالك دمار شامل على كافة المستويات، وبالتالي ما من البساطة أنك تغير ما دمر فيها خلال هذه 30 سنة الماضية، أو وفجأة تتغير الحال إلى ما هو أحسن. صحيح كان ممكن بذل جهد أكبر، توافق أكثر، تنسيق أكثر، بحيث أنه نستطيع ننجز أكثر، لكن كثرة المهام والإشكالات خلت حقيقة الناس يعني شوية ما تستطيع إنجاز الشيء المطلوب. لكن أنا أعتقد الآن هناك أشياء أعتقد مهمة جدا تم إنجازها، ودي تحسب للفترة بتاعت العامين. إذا نظرنا للتبع الكبيرة، الإنجازات اللي تمت حقيقة إنجازات أيضا كبيرة. توقيع اتفاق السلام أنا أعتقد واحد من أكبر الإنجازات التي حصلت، وهو ماشي في خط الوثيقة الدستورية التي وضعت أولى المهام هي السلام. العمل عشان السلام نفسه يمشي لقدام، الجهد في الملفات اللي كانت مكبلة السودان نحو العالم، هو أنا أعتقد أيضا ده إنجاز كبير جدا جدا من إخراجنا من تلك الغايمة السوداء. وماذا بغير أن هنالك الآن في قدر من الحريات، في إحساس بالمواطنة، في الإنسان أصبح جزء من، صحيح أن هنالك إشكالات، صحيح أن هنالك قطوعات في الكهرباء للناس بتعيش يومية، في الخبز فيه إشكالية، الغاز فيه إشكال، البنزين فيه إشكال، في كل هذه الإشكال الواحد يعني يعترف بها، وكان ينبغي أن الناس تتدبر أمرها، ولكن ما باليد حيلة حقيقة، لأنه الوضع حقيقة سيء فاينانشال، يعني البلد مواجهة بظرف قاسي جدا جدا بتاع مال. لكن السلام حقيقة حيكون المفتاح لإخراجنا ومن هذا الموقع إلى موقع أفضل. السلام الآن في انفتاح دولي علينا، بيمر علينا كثير من الناس، هنالك وعود. لكن أنا شخصيا من الناس بفتكر أنه إخراجنا من أي أزمة هو ذاتنا نحن. بالحديث عن السلام، واحد من شعارات الثورة حرية، سلام وعدالة. هذا الشعار الذي كان الأبرز في الثورة ووضعته الثورة يعني كدستور أو قانون تذهب به. مسألة السلام، وأنت منوط بك موضوع السلام، كيف تنظر إلى ملف السلام منذ انطلاقة الثورة حتى الآن؟ طبعا يعني الشيء المعلوم أنه كان في زي التزام أدبي من أطراف الحكومة بشقيها السيادي والمدني، السيادي والمجلس الوزراء، بأنه هذا المطلب يجب أن يتم إنجازه. فشرع مباشرة بعد تشكيل مجلس الوزراء وتشكيل الحكومة، شرع مباشرة في تفاوض حول السلام، وأخذ زمن كثير، لأن القضايا حقيقة قضايا السلام كانت قضايا متشعبة، والناس زي آلت على نفسها أن يكون هذا السلام سلام غير التوقيعات والاتفاقات السابقة، فغطى كثير من القضايا اللي كان مسكوت عنها. والحمد لله تم التوفيق لتوقيع اتفاق سلام خلال بدأنا في أكتوبر 19 وانتهينا في أكتوبر 20، وبالتالي في عام كامل تم اتفاق السلام اللي وقع في جوبا.
لا ندعي بأن هذا السلام هو السلام الشامل أبدا، لكنه مهد كبير وهو أساس قوي لسلام ولاستكمال هذا السلام. البطء والتأخير الذي صاحب تنفيذ اتفاقية السلام بجوبة أحدث قلق من تكرار تجارب سابقة في عدم تنفيذ الاتفاقية. هل هذا وارد؟ والله لا، أنا ما أعتقد أن هذا وارد. صحيح أنه في بطء في تنفيذ السلام، السلام مكلف جدا. إذا كان الحرب مكلف، السلام أيضا فاتورته كبيرة. وبالتالي في ظروف الحالية زي الحكومة آلت على نفسها معالجة، إيجاد المعالجة للقضايا الخاصة بالمجتمع. رغم من ذلك قلة المال صحيح لها دور كبير جدا جدا في عدم تنفيذ الاتفاق، لكن مع ذلك هنالك أشياء كثيرة تم تنفيذها، والعمل جاري الآن على تنفيذ الأشياء اللي ممكن تنفيذها بأقل تكلفة، والاستمرار في إيجاد المصادر اللي بتنفذ باقي السلام. فالعملية أخذت زمن كثير يس، لكن كمان ترتيب أوضاع الناس نفسه، يعني الأخوان اللي أطراف السلام كانوا برا البلد احتاجوا لزمن بحيث أنه يكونوا جزء يتأقلموا على الواقع الحاضر، يرتبوا أوضاعهم في الداخل، ودي في حد ذاتها فترة بعتقد بأنها كان ينبغي أن تكون هي مثبتة في اتفاق السلام، فترة ترتيب أوضاع الناس وبعدها يبدأ التنفيذ. الآن في هذا الوضع، الآن أنا أفتكر في وضوح تام في ما هو المطلوب تنفيذه فورا، وما هو المطلوب تنفيذه حسب الجداول والعمل الجاري على هذا. نعم، هل كان هناك خلل أو تقدير غير صائب نستطيع أن نقول في وضع جداول تنفيذ اتفاقية السلام؟ هو أنا ما بقول خلل، لكن أنا بقول أنه اللي حصل بلوغ السلام بعد هذا التفاوض، كان الناس كلها حريصة على أنه تثبت الأشياء بمواعيد زمنية، لذلك وضعت الجداول لم تراعي المرحلة الأساسية اللي ما قبل التنفيذ. يعني كان يفترض أنه يكون في فترة تؤهل الناس لترتيب أوضاعهم، حتى القادة اللي هم فيه ناس كتار كانوا برا السودان لمدى كبير من الزمن بيحتاجوا لزمن عشان يقدروا يرتبوا أوضاعهم. ما كان وضع في المصفوفة تاريخ، يعني مصفوفة بدأت من اليوم الأول تبدأ الترتيبات الأمنية من تاريخ التوقيع مثلاً، أو في أسبوع إعلان المجلس التشريعي والمجلس فما كان يعني ما كان فيه سوى نية بقدر ما كان فيه وحرص على التنفيذ. اتضح الآن الآن كلها الناس قضت 6 شهور، أنجزنا القليل من البنود في الاتفاق، هي بنود جوهرية، لكن أصبح في قناعة بين كافة الأطراف، حكومة وفي أطراف السلام كلهم، بأنه لابد من إعادة النظر في مواقيت المصفوفة، وعودت بعض الاجتماعات، وغالبا ما يعدل تاريخ بدء التنفيذ إلى تاريخ آخر. نعم، لكن أطراف السلام تحدثت عن بطء قد يكون مقصود في تنفيذ الاتفاق، هل هناك ظروف موضوعية أخرت تنفيذ اتفاقية السلام؟ طبعا في ظروف موضوعية جدا، يعني حتى الآن مسألة الترتيبات الأمنية، حتى الآن جزء قليل من قوات الحركات مقدماتها دخلت السودان، الظرف الاقتصادي أن كلهم الآن أطراف السلام جزء من الدولة، وفيهم الوزراء وفيهم أعضاء مجلس السيادة مدركين للوضع اللي فيه البلد. يعني في الموضوع ما هو شيء مقصود بقدر ما هي ظروف موضوعية أدت إلى هذا التأخير، وأنا أعتقد الجميع متفهم لهذا الظرف، والجميع في اجتماع في الاجتماعات اللي دارت في اليومين الفات كانوا الجميع مقتنع بأنه لابد من إعادة تحديد بدء تنفيذ الاتفاق. نعم، بعد 6 أشهر من توقيع اتفاقية السلام في جوبا لا زال السلاح يحصد عشرات الأرواح في ولاية غرب دارفور، لا يؤثر ذلك على مستقبل عملية السلام؟ والله ما يحدث في غرب دارفور شيء محزن جدا جدا، وشيء مؤسف جدا جدا، وشيء خطير جدا جدا. أخشى ما أخشى أنه يؤثر قطعا على سير عملية السلام إذا ما تم تلافي هذا الوفد. هذا الموضوع عولج على مستوى أو تم نقاشه على مستوى لجنة الأمن اللي فيها كل المسؤولين في الدولة والأجهزة الأمنية،
واعتقد هناك جدية الآن من الوقوف بجهاز الأجهزة الأمنية كلها بحماية الناس في هذه المنطقة. وضع أيضا في الاتفاق على فكرة أنه هنالك قوات مشتركة بين أطراف السلام كلها من الحكومة الجيش السوداني وقوات الحركات الموقعة على اتفاق السلام. للأسف حتى الآن لم تكتمل تكمل هذه القوة، وهي حقيقة هي القوة المحمية بحماية المواطنين في وحفظ الأمن في دارفور وفي المناطق الأخرى. أنا أعتقد بأنه آن الأوان الآن الاستعجال لتكوين هذه القوة بأسرع وقت ممكن، بحيث أنها تكون هي على الأرض هناك وحارسة شرطة وقوات عسكرية لحماية المواطنين. لا. الحدث في دارفور حقيقة حدث كبير مؤلم جدا جدا، للأسف الشديد قاب فيه صوت العقل، وأسأل الله أولا أن يرحم الذين توفوا، وأن أسأل الله أيضا أن يعود صوت العقل للناس. يعني حقيقة الناس في جنينة هم حقيقة كلهم أهل حتى إن كانت. طيب حسب قراءتك ما هي أسباب هذا النزاع؟ والله لا أعرف، أنا ما أقدر الموضوع حتى الآن زي ما بقولوا دمه دافي، فما من حتى ما من العقل أنه الناس تبدأ تتكلم عن أسباب وإلى ذلك. الحين تهدى الأوقاف والناس تصل إلى أتليست صيغة بتاع التوافق ويعرفوا السبب الحقيقي، لأن أنا بعتقد بأنه لابد من أن يكون في شيء حقيقي دافع أساسي تحت هذا الكلام، لأنه ما ممكن تتكرر هذه الأحداث بهذه الكيفية. نعم، البعض يعزي الانفلات الأمني في دارفور إلى عدم تنفيذ بند الترتيبات الأمنية وتشكيل القوات المشتركة التي قررتها الاتفاقية، هل هذا الكلام صحيح؟ لحد ما صحيح، لأنه لو كان في القوات المشتركة لكانت الأحداث قطعا لا يمكن أنك تحميها فرسي، لكن بعتقد بأنه لو كان هنالك القوات المشتركة كان حتى لو حدث شيء كان حيكون في حجم أقل بكثير مما يحدث الآن، لأنه حقيقة ما في قوات. يس صحيح أنه تأخير تكوين القوات المشتركة قطع شكله دور كبير في عدم الانفلات الأمني الموجود. الترتيبات الأمنية حقيقة هي عملية كبيرة وتحتاج إلى ترتيبات وتنسيق بين كافة الأطراف، وده واحد من الأسباب التأخير في الترتيبات الأمنية، لكن لا أرى مبررا في عدم تشكيل القوات المشتركة. نعم. أنه هي معنية بسد الفجوة بعد خروج يونميت، وده كان واحد من الأسباب اللي شكلت له على أساس أنه نخرج يونميت، والالتزام هو أن إخراج يونميت يتطلب حفظ الأمن. أهلا وسهلا، نحن نحفظ الأمن، هنشكل قوة مشتركة لحفظ الأمن. فأنا أفتكر يجب أن تشكل هذه القوة وبأسرع وقت. لماذا تأخر تشكيلها؟ والله لا علم لي بذلك. الأحداث الحالية التي تشهدها مدينة الجنينة لا يفترض أن تعجل بتنفيذ بند الترتيبات الأمنية؟ يا أنا أعتقد الشيء المهم هو تعجيل تشكيل القوى المشتركة وليس الترتيبات الأمنية. أنا أعتقد الترتيبات لأنها عملية. هي مسؤولية منو تشكيل القوى المشتركة؟ تشكيل الأطراف كلها، القوات المسلحة والقوات الحركات. نعم. هي عملية مشتركة. الآن أحداث الجنينة لا يفهم منها أنه إعلان في فشل الحكومة في حملة نزع السلاح؟ والله لا، ما هي ما قضية حمل فشل حمل السلاح، لكن أنا أعتقد يعني الموضوع بتاع الجنينة حقيقة الواحد لأنه فيه أرواح موضوع حساس شوية، وأنا أعتقد ما حق الناس وسائل الإعلام تتناوله بمسببات وأسباب ومن وراء. أنا أعتقد حقه في هذه اللحظات والدماء لسه تسيل نكون حذرين شوية في تعاملنا مع هذا الموضوع، فأسبابه ومسبباته دي خاضعة لتحقيقات ودراسات موضوعية، بحيث أنه ما نأثر نزيد نصب الزيت على النار. طيب ما يجري الآن في دارفور ألا يعكس غياب ثقافة السلام وسط المجتمع، وألا يعد ذلك حتى هو قصورا يحسب على الأطراف الموقعة على اتفاقية السلام، لأنها واحدة من المسؤوليات تجاهها أنها توعي هذا المجتمع بأهمية السلام؟ والله شوف، يعني مثلا الأخ دكتور الهادي إدريس رئيس الجبهة الثورية، الرجل ده قضى 45 يوم لف تقريبا كل دارفور وضواحيها ومدنه، وكان هنالك اعتقد لو التلفزيون كان ناقل كل الزيارات بتاعته وشرح القبول اللي لقته هذه الزيارة.
طاهر حجر ايضا اخذ برضو حوالي برضو 45 يوم لف دارفور وحتى ولايات اخرى. جبريل ذهب. ففي شغل في جهد اخر. الاشكاليه في القصه دي انا بعتقد الميديا لها دور كبير جدا جدا. فيها ميديا سالبه وعكست اشياء غير موجوده في الاتفاق، وفي ميديا ايجابيه عكست اللي سمعناه. نحن من دون مفوضيه ما زلنا بنفتكر بانه الشيء المنطقي هو نشر الوعي بقيام ورش في هذه المناطق، واعتقد الخطه بتاعتنا حتى الان ان شاء الله في الاسابيع الجايه ما في تاريخ محدد، لكن ان شاء الله هتبدا المقدمه بتاعت الشروع في تنفيذ ورش شرح وبس الوعي تجاه اتفاق السلام. طيب التنوير باتفاق السلام هل نستطيع ان نفهم انه في الفتره الماضيه ركز على المركز وعواصم الولايات فقط دون ان يذهب الى الحواضر والمناطق التي هو حتى وكانت بعيده يعني؟ هو من جانبنا احنا قمنا وكان عندنا فهم شويه يفتكر بانه في المرحله الاولى ندرب مراكز السلام في الجامعات المنتشره على مستوى السودان. وحقا ده تم، جبناهم في الخرطوم، ملكناهم الوسيله بتاعت الاتفاق، تم شرح الاتفاق بتفاصيل ممله من قبل المفاوضين من الاطراف كلها الذين توصلوا لهذا الاتفاق، وبالتالي لمدى اسبوع وانتهت هذا التدريب وانتشر هؤلاء الاساتذه رجعوا الى جامعاتهم ومراكزهم هناك. فهمنا حقيقة بأنك عندما تملك مراكز السلام الصورة الحقيقية لما هو لما اتفق عليه، ديل عندهم طلاب يمكن أن يعكسوا الصورة الحقيقية لطلابهم، وفي ذات الوقت والطلاب نفسهم عندهم أسر يرجعون إليها يمكن أن يملكوا، وبالتالي نكون ساهمنا بسريع بطريقة سريعة غير مباشرة في نشر الوعي. ده ما زال عندنا الفكره. حنرجع ثاني لدارفور اولا ومن ثم بقيه الولايات وارسال الوفود لشرح الاتفاق للمواطنين على المستوى القاعدي بحيث انه يتمكن الناس من معرفه الحقيقه وتمليكهم الكتيب نفسه بتاع الاتفاقيه، لانه برضه ما زال في بعض الناس في ناس كثيرين ما عندهم ما عندهم الوثيقه. بل بيجتهدوا بالكلام الموجود في الواتساب وبعض الوسائل الغير سليمه. فلذلك في اشكاليه حقيقه لابد لنا من بذل مجيد من الجهد في تمليك الناس الحقيقه وراء اتفاق جوبا. نعم. الصراع في دارفور بروف هو قديم جدا ومتجذر وحتى يعني له امتدادات يعني تاريخيه وقبليه وغيرها من البنود الأخرى. لماذا لم تستطع الحكومة حتى هذه اللحظة أن تجد أو تشخص هذا الصراع لتجد له الروشتة المناسبة؟ والله يا أخي شوف، يعني صراع جايز يكون في السودان كله يعني لأن نخص دارفور خصوصا، لكن أنا أعتقد هنالك زمان دارفور كانت لحمة واحدة، لكن للأسف التوجه نحو النعر القبلية وإبراز دور القبيلة في المرحلة في الفترة الفاتت حقيقة كان زي شيء ممنهج في تقسيم السودان، لأنه حقيقة دارفور كانت ما كان فيها صراع لكثير، كانت كتلة متواجدة ولا مش ولاية، لكن كانت هي تاريخيا كانت هي في يوم من الأيام دولة قائمة بذاتها وعندها قوانين ولوائح ونظم وكانت محترمة جدا جدا، وناس كلشرد في عندهم إرث تاريخي. ما كانت القصة بتاعت القبلية بتاعت قبيلة فلان أو قبيلة ما كانت هي الوشو، لكن كانت هناك في القضايا سواء كانت قضايا الأرض كانت بتحسم من إطار الأسس والنظم اللي كانت موجودة في دارفور. لكن إبراز دور القبيلة لأسباب سياسية في الفترات الفاتت وحتى لو لاحظت حتى تكوين الولايات في دارفور بني على تكوين قبلي، يعني كل منطقة الغالبية اللي فيها استلموا ولاية وأصبحت بعد ذاك كانت ولايتين، بعد شوية بقت ثلاثة ولايات، بعد شوية السلام خمسة ولايات. دي أنا بعتقد هي اللي أزمت القضية في دارفور. طبعا في دراسات
كثيره تمت في دارفور وما دارين نرجع للاسباب اللي موجوده في كتاب محمد سليمان الزمان كان مذكور والكتب كثيره كتبت عن حول قضيه دارفور. لكن الشاهد الان نحن الناس الموجودين هنا في الخرطوم من القاده الذين وقعوا هم اهل دارفور. والان نفس الناس اهل دارفور اللي هو كانوا حمل السلاح ضد النظام السابق الان هم اعضاء في مجلس السياده واعضاء في مجلس الوزراء وبعد شويه حيكونوا اعضاء جزء من نظام الحكم والنظام الاداري للبلد. انا بفتكر الناس الموضوع محتاج لشويه صبر شويه حكمه يعني ما اوفر نايت نقول ولا بين عشيه وضحاها حتى تتغير الاحوال. لكن ان شاء الله بالشيء انا شايفه موعودون باستقرار كبير في البلد، موعودين ايضا بامن واستقرار ان شاء الله. نعم، هل التدخلات الاقليميه او دعنا نقول القبائل المشتركه ما بين السودان ودول الجوار اخرى يمكن يكون لها دور في هذا الصراع؟ والله شوف طبعا ده يا سوى دي قضيه دائما معروفه في المناطق بتاعت النزاعات في السبويلرز او المخربين موجودين فيه سواء كان حتى في الداخل او في الخارج. القبائل الحدوديه طبعا تعلم ان حدود السودان الكبيره انما وضعها الانجليز لم يراعي الامتدادات القبليه وانما كانت هي خطوط تاريخيه مثبته على اساس سند السودان. ففي امتدادات قبليه سواء كان مع اريتريا والسودان مع تشاد والسودان مع جنوب السودان والسودان مع اريتريا الوسطى والسودان واثيوبيا والسودان كل القبائل اللي بين عندنا الحدوديه فيها تداخل وفي امتدادات لها بتلقى الجد فيها والاب فيها وما الى ذلك. دي انقطع شكلها اثار لكن ولله الحمد انا افتكر الان السودان يعني يتميز بعلاقات طيبه بينه وبين كافه الجيران وحتى الاحداث المؤلمه اللي حاصله بينه وبين اثيوبيا اعتقد عابره وان شاء الله الناس تتجاوز هذه القضايا. نعم. بالحديث عن اثيوبيا ما هي المعالجات المتوقعه لمسار شرق السودان؟ الان كونت لجنه لمعالجه مسار شرق السودان. وهذه اللجنه شغاله على دوام تكالكم مستمر مثل النحل اجتماعات بين هذا وذاك وهنالك اختراقات كبيره حصلت ان شاء الله ستظهر في القريب العاجل في هذا المسار. نعم، هل الان الاجتماعات وما يجري الان ربما يفضي الى رؤيه جديده لحل اشكالات شرق السودان؟ والله هو ما دام الشغل ماشي لازم يجيب شيء جديد حل المشكله يعني. طيب ما هي الاموال المطلوبه لتنفيذ اتفاق جبل السلام؟ المبلغ الذي تم توفيره حتى الان اذا في ارقام؟ لا حتى الان ما في مبلغ بيرسي رصد يعني تم في كان في عندنا نحن تصور وهذا التصور مبني على واقع المطلوبات الموجوده في المقصوفه. هذا التطور في حدود يعني المبلغ الكلي لتنفيذ الاتفاق كله على مدى 10 سنين تقديرا كم؟ في حدود 16 مليار. 16 مليار في حدود 16 مليار على مدى 10 سنين. طيب ما هي الترتيبات والخطط التي وضعت لتنفيذ بند عوده النازحين واللاجئين؟ طيب شوف الموضوع ده ما هو الموضوع البسيط هو يكاد يكون اسس التنفيذ موضوع النازحين واللاجئين. اولا اللاجئين التعامل مع قضيتهم مختلف شويه من النازحين لانه بالنسبه للاجئين انت محكوم يجب ان يكون هنالك اتفاق بينك دوله السودان والدوله المضيفه والامم المتحده يعني يسموها تريبلت اجريمنت عشان طبعا هم تحت الامم المتحده التعامل معهم بيكون من خلال هذه اسمينه النازحين طبعا لانهم داخل البلد ما عندك اشكاليه ما بتحتاج لتوقيع. لكن انا لا يمكن ان اقول لنازح خلاص وقعنا سلام وخلاص اطلع من المعسكر وامشي. هنالك مطلوبات اساسيه يجب ان توفر. اولا من هذه المطلوبات هي توفير ضمان توفير الامن سواء كان نازحين او لاجئين منطقته الاصليه
دي متروكة له هو، يعني بتفرض عليه هو أنه يرجع لمنطقته الأصلية. لكن إذا رأى ودي الآن نحن أيضا شغالين في مشروع مع المجموعة بتاعة الأمم المتحدة في السودان على أساس أنه حيبدأ قريب، على أساس أنه هنعمل دراسة شاملة لكل رغبات النازحين واللاجئين تحديدا في منطقات اللي هو بسموه كروس بوردر بروجكت. هي مهمته الأساسية هي حصر عدد النازحين وحصر عدد اللاجئين بدقة، ورغباتهم تعليمهم أسرهم، يعني بروفايل كامل عن النازحين واللاجئين، لأنه عندها تقدر أنت تخطط للمطلوبات للنازحين، محتاجين لمدارس، محتاجين لماء، محتاجين لصحة، يعني دي الأشياء الأساسية. وفوق ذلك يعني أنت ممكن إنسان قاعد في معسكر أو في لاجئ أو نازح وكان بيعتمد تماما على المنظمات الأممية وطلعوا من هنا وما تعمل له حاجة، فيجب أن يكون أيضا هنالك مشروعات صغيرة يستطيع العيش منها ويبدأ حياته بذلك. فالكلام ده كله حقيقة ده جهد كبير يحتاج لدعم. بالنسبة للاجئين الأمم المتحدة بتساهم في دعم هذا الجهد، لكن بالنسبة للنازحين ده حيكون جهد خاص بحكومة السودان. نعم أستاذينا والمشاهدين الكرام، في فاصل قصير، فاصل ومن ثم نعود لنتواصل، لا تذهبوا بعيدا، نحن في انتظاركم. أهلا بكم مشاهدينا من جديد عبر دائرة الحدث والتي نخصصها الحديث عن أشواق في طريق السلام، عماني على التغيير. وأجدد ترحيب بضيفي البروفيسور سليمان دبلو رئيس مفوضية السلام. بروف أهلا بك من جديد. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. كنا تحدثنا عن عودة النازحين واللاجئين. yes. لكن دعنا نذهب إلى نقطة وهي مهمة جدا، الحديث عن إفراغ الخرطوم من الوجود العسكري. إلى أين يمضي هذا الملف حتى الآن؟ أنه يشغل بال كثيرين. هو فعلا ده واحد من قبل تذكر أنا ذكرت أنه الإعلام في الإعلام السلبي لعب دور كبير جدا في بعض الإخفاقات. أبرز الإعلام أن الخرطوم أغرقت بالقوات وأن الخرطوم دخلوها البتاع وكلام فارغ بشكل ذا. أنا ما أشوف الناس اللي جوا العسكريين سواء كانوا في المدينة الرياضية أعتقد أو فينا آخرين في أحد الجوانب في قرب درمان، ده جزء من الاتفاق. يعني الاتفاق يبقى مخصص حراسات لقائد كل فصيل، و هناك قوات أخرى أيضا عسكريين هم جزء من الترتيبات الأمنية، أعضاء لجان في الترتيبات الأمنية. فالمجموعات اللي جات دي هي المجموعات اللي هي الحراسات وأعضاء الترتيبات الأمنية، ودخلوا بعلم القوات بترتيب مع القوات المسلحة. الحراسات يرتب لتدريبهم بحيث أنهم اللي هو من خلال قوات كبار الحراسات كبار القادة والحاجة بشكل ما عندها اسم عسكري، فدول بيدربوا في خلال المؤسسة دي وبعد ذلك بيستمروا في دي المجموعة. مجموعة أولى، المجموعة الأخرى ديل جزء من اللجان شغالة في وضع البرامج والنظم واللجان والآليات للترتيبات الأمنية. فبذلك ما في حقيقة، لكن الإعلام أبرز أن قوات دخلت واحتلت الخرطوم واحتلوا معارف المدينة الرياضية وحتى خلت فيفا تتكلم وما إلى ذلك، لكن تم توضيح الأمر وأنا أعتقد ما فيش. الأشياء الأخرى الانفلات الآخر هو بعض المظاهر لبعض الناس اللي هم ما جزء من
اتفاق جوبا وفي مناجر الخرطوم وديل انه على بطاقات ورتب عسكريه لبعض الناس وما الى ذلك. وديل يعني في اجتماع ايضا مجلس الامن قبل يومين صدر قرار واضح جدا جدا ب الاتليس القبض على النازل ووقف للموضوع ده وانصف رول. فبالتالي يعني الناس يجب ان يفصلوا تماما بين العربات اللي فيها عسكريه ودخلت الخرطوم ويصير الحديث حولها، هذه اندر تحت رعايه القوات المسلحه والاجهزه الامنيه وبتنسيق معها. نعم. وعندها هدف محدد جات لي وما جات لي. نعم. هل يؤسس اتفاق اعلان المبادئ بين البرهان والحلول لفصل الدين عن الدوله؟ والله شوف يعني انا افتكر النص الموجود في الاتفاق هو يعني ما خلونا ما نقول فصل الدين عن الدوله، لكن خلونا المساواه بين كافه الاديان كمواطنين سودانيين، ضمان حقوقهم و حرية معتقداتهم للكل. يعني احنا يعني ممكن نحجر المواطن السوداني كله المسلم والمسيحي بانه يكون مسلم. يعني فالاتفاق ده حقيقة ده اتفاق مبادئ ثبت بعض المبادئ بانه المواطنين السودانيين كلهم سواء سواء يوم القانون ولهم حرياتهم الدينية ومعتقداتهم في خلال في ظل الدولة، وهو اطار اتفاق اطاري يفتح الباب كبير جدا جدا عشان الناس تتفاوض مع الاخ عبد العزيز او تتفاكر معه او تتناقش معه في كافه القضايا الاخرى. يعني لانه كان سوء الفهم والتعنت في الحته دي بالذات ادى الى التاخير في التفاوض مع عبد العزيز. وحقيقه مجموعه القائد عبد العزيز مجموعه مؤثره عندها وجود على الارض مؤثرة على كافة القبائل المتاخمة لأراضيها سواء كانت في جاود في كاود منطقة كاود أو جلد أو منطقة النيل أدرك. فالمواطنين نفسهم مؤثرون. ونعلم أنه هنالك بعض القبائل في جنوب غرب جنوب كردفان اللي هي بين غرب وجنوب، هذه القبائل ذهبت لجوبا وجلست مع الحلو وتفاكروا وتفاهموا بل وقعوا اتفاقات بتاع التعايش. نعم. فأنا بفتكر بأنه يعني هذا الاتفاق أو إعلان المبادئ الذي وقع في جبهة فاتحة خير كبير جدا جدا. نسأل الله أنه بسرعة جدا يتم الاتفاق مع عبد العزيز ويكون جزء من المنظومة بتاعت الحكم في السودان. نعم. هل يؤسس اتفاق عبد العزيز الحلو والبرهان لاتفاقية جديدة أم هي ستبني على اتفاقية السلام الموقعة أصلا؟ شوف السودان الرؤية بتاعته اللي موجودة في اتفاقية جوبا للسلام هذه رؤية موجودة. عبد العزيز طبعا لا يمكن أن تفرض عليه وتقول له أنت خلاص توقع على الشيء اللي اتفقنا عليه سابقا. عنده آراءه وعنده رؤياه وعنده طرحه وعنده فهمه الشيء اللي بيجيب اللي بيصل الاتفاق عليه حيكون اتفاق قائم بذاته. نعم. متى ستبدا جوله التفاوض بين عبد العزيز؟ حتى الان لم، لكن قريب ان شاء الله. نعم. دعنا نعود الى امر مهم جدا وهو مساله التردي في الاوضاع الاقتصاديه والامنيه. اظهر حاله من الاستقطاب والقلق في الشارع السوداني من ان تؤدي الانتكاسه في مسيره الثوره. الى اي مدى هذا الكلام صحيح ابتداء؟ والله شوف انا التردي في الناحيه الاقتصاديه شيء ملموس، يعني ما في زول بكابر بيقول انه ما في تردي لانه لكن لو لاحظت ودي ملاحظه وانا اعتقد مهمه جدا، الدولار كان يقفز بين يوم وليله وينطط حتى وصل درجه انه بعض التجار في بعض الاوقات بيوقفوا البيع او يتوقعوا اسعار ويتعاملوا بها. الان الخطوه بتاعت تعويم الجنيه ولو لاحظت انه سعره ما فيه تذبذب كبير، اصبح السعر ثابت في وده بحد ذاته مطمئن اقتصادي ومؤشر لانه نحن ماشيين في الاتجاه الصح. فنامل في وعود خارجيه كثيره ونحن محتاجين في الدفع في المرحله الاولى لدعم عشان ما نقدر
تبقى الدولة قادرة على التحكم في السوق. الشيء الآخر الآن اتفاق السلام قلل الصرف على الأمن في صالح دعم الدولة، إضافة إلى ذلك القوة الجديدة اللي جاءت عندما يتم الترتيبات الأمنية هتبقى هي القوة أيضا ستساهم في حراسات الحدود، في قفل الحدود، في التهريب، لأنه نحن واحدة من إشكالاتنا الكبيرة في هذه البلد أنا أعتقد هي التهريب الكبير جدا جدا، لأنه أسعارنا مهما أسعار السودان أقل من جيراننا بكثير جدا، سواء كانت في الوقود أو في القمح، منتجات القمح وما إلى ذلك. فالتحكم في مواردنا، إذا ما استطعنا نتحكم في مواكبنا مواردنا قطعنا، أنا أعتقد بوقت وجيز جدا يمكننا الخروج من هذه الأزمة الخانقة. الشغل يعني أنا في تقديري الموضوع كله بيحتاج إلى إرادة وإلى جهاز تنفيذي قوي. نعم، البعض يرى أن الحكومة الانتقالية فشلت حتى الآن في تحقيق تطلعات الشارع، إلى أي مدى الحكم بالطريقة دي صائب أو خاطئ؟ والله أنا بعتقد أنك تحكم على حكومة أو بمعطيات الواقع، بمكافة المعطيات دي معلومة لدى الجميع، معلومة للحكومة وللشعب السوداني ومعاشة. أنا بعتقد سنتين ما كافية في تغيير الانهيار الذي كان فيه السودان، يعني الدمار اللي كان في السودان دمار كبير جدا جدا في المنظومة الاقتصادية، المنظومة البنكية، في كل شيء، حتى في القيم والأخلاق كان في تغيير كبير جدا جدا، لأنه النهب والمال العام أصبح سائب وما إلى ذلك. الأشياء دي ما من البساطة أنك في سنة أو سنتين تغير، لكن أنا بعتقد بأنه الآن الاتجاه الماشي في هدوء يبدأ التغيير في نمط الحياة بتاعتنا. وأنا أتوقع إذا تحكمنا في مواردنا نتوقع في القريب العاجل الجنيه الدولار حيقع، المعيشة حترخص، والسودان إن شاء الله حقيقة عندي القناعة كاملة جدا بأن السودان على أقل حاجة هي حياتنا حيكون رجع السودان الأحسن. ظروف الانفتاح على المجتمع الدولي ودخول السودان في ضمن المجتمع الدولي، رفع العقوبات، رفع اسم السودان من قائمة الدول إلى الإرهاب، رفع العقوبات الاقتصادية، هذه الأمور كلها إلى أي مدى تشكل دافع لحكومة الفترة الانتقالية سواء على المستوى الاقتصادي أو حتى على مستوى الانتقال والسلام؟ طبعاً طبعاً، نحن زمان انتهت التعامل البنكي كان مقفول، يعني وأنا أذكر اللي حصلت لي، أنا كنت في السعودية عندي قروش دار حويلة، رحت للبنك السعودي الأمريكي لحسن الحظ في شاب سوداني من أحد المدراء، فناداني قال لي يا أخوي إذا أنت حولت قروشك من السعودية للسودان تصادر. يا زول ده كان زمان، الآن ممكن المغتربين كلهم يتعاملوا سرو المؤسسات البنكية بتاعتنا، ده دخل جاي للبلد، التجارة العالمية هتتعامل مع السودان، المجتمعات الأندية المختلفة للمال في العالم تتعامل الآن مع السودان، البنك الدولي الآن في تفاوض مع السودان وزيارات متبادلة وتنسيقها، ومتوقع هتكون هنالك بعض الدفعات التي تدفع للسودان الإعفاء من الديون، كل هذه الأشياء هتفتح الباب على إسرائيل للتعامل مع المجتمع الدولي. وانصى أنه إحنا بدينا نتعامل مع المجتمع الدولي قطعاً هيكون في تغيير في الاقتصاد بتاعنا. السودان حقيقة كان مقفول لثلاثين سنة ما كان بيتعامل مع أي جهة تانية، وشغلنا حتى مع البنوك العالمية كان من طريق تحت الطاولة، يعني ما كان بطريق نظام يعني. فأنا أعتقد دي الأسباب بتاعت التفاؤل بتاع الواحد، يعني نحن في انفتاح عالمي، في تعامل دولي معانا، في اهتمام. شوف الثورة دي واحدة من الأشياء الكبيرة جدا قدمتها للسودان، هي أبرزت السودان كدولة متحضرة، دولة يعني عندها شباب ودرجة وعي عالية، ولذلك كل العالم هسه بيتكلم عن هذه الثورة وبيحاول ينتشر السودان من ظروف الموضوعية اللي عايشة إلى بر الأمان. بروف سليمان الدبلو رئيس مفوضية السلام، شاكرين لك مجيئك رغم مشغوليتك وصعوبة المجيء وغيره، شاكرين لك لتحت هذه الفرصة وسعدنا بك جدا. شكرا، شاكر لكم. وأبدا S24 يعني واحدة من القنوات المغربة للغرب،
نتمنى انك تحرر لنا زياره في كل امور جيده متى ما توفر الزمن. اشكرك جزيل الشكر رئيس مفوضيه السلام الدكتور سليمان التبيلو. الشكر موصول لكم انتم ايضا مشاهدينا الكرام على حسن نصحتي والاستماع والمتابعه. الى جديد الملتقى، لكم عاطر التحايا والسلام عليكم ورحمه الله.